واللي وقع هو ان الناس هنا تخلعوا لان الخطوط ديال التليفون كانت مقطوعه منين وقعت ذاك الحادث الارهابي. ان تقطع الخطوط كان صعيب اننا نشرحوا للناس شنو واقع، لان الكل كان عارف اننا غنركبوا من بروكسل، ما كانش عارفين اننا غنركبوا من شغل لهوا. اللي وقع هي نهار تشد الارهابي الاول كنا في بروكسل كنعرضوا في الكارتي اللي تشد فيه، اذا حنا ما كانش فراسنا ان الدنيا علاش قايمه وداك الشيء، درنا العرض عادي ومن بعد قالوا لنا راه تشد ارهابي. يعني كانت واحد لحظات ديال الخوف ان كان ممكن اي حاجه توقع. اذا حمدنا الله وشكرنا ان ذاك العرض داز بخير واننا كنا سالمين، ولكن اللي ما توقعناش اننا نوضوا على اننا غادي للمطار ولقاو الهجمات ديال بروكسل ولقاو الدنيا مقلوبه ولقاو الطرقان مقطوعه والعسكر رجال الدرك رجال الشرطه، يعني لان عمليه ارهابيه كبيره. اذا حنا كان عندنا تخوف ان مطار شارل لغوا يكون ما تعرفش يكون شنو فيه ولا شنو طاري ولا ممكن اي حاجه توقع في ديك اللحظه. توجهنا للمطار توجهنا بصعوبة أن الطريق مقطوعة وأن يعني صعب أنك توصل للحواجز والتكنيسيان ديالنا كملوا المطار على رجليهم. حنا لحسن الحظ أن بقينا شوية بشوية صابرين كنزيدوا بالناس اللي مرافقيننا حتى وصلنا للمطار. يعني ملي كتوصل للمطار حاجة أخرى كتقلب وشكون وفين غادي وفين جاي. حمدنا الله ركبنا في الطياره وتوصلنا للمغرب، عاد قلنا اللهم لك الحمد يعني رجعنا سالمين الحمد لله.